عارفة دايما فلما بي دايما لما أي حد بيبقى موجوع قصادك فدايما تقولي إيه لعله خير، يعني ما يمكن لو أنت كملتي معايا كانت حياتك هتبقى صعبة، بس دايما الشخص في الوقت ده وفي اللحظة دي عمره ما بيتقبل إن هو بعد عن حد بيحبه. يعني حتى كمان بتلاقيها أكتر في الفقد لما حد بيتوفى مثلا غالي عليكي، فمهما تقلك ومهما أنت بتستسلمي للأمر الواقع والقدر والنصيب ونعم بالله وده قدر ربنا، لكن أنت بتبقي موجوعة ما بتقدريش تتخطي الإحساس ده. لكن لو في العلاقات العاطفية تعالي اتنين بيحبوا بعض وبعد كام سنة حب وتضحيات وحياة وأحلام بتترسم وأمال للحياة كلها وفجأة الشخص ده يسيبك، فانت بتبقي رافضه اصلا فكره ان انا اسمع ان ده قدر. لا يعني ليه؟ يبقى انا وحشه، يبقى انا ما اديتش في العلاقه كويس، يبقى انا كنت فاشله، يبقى انا حب غير يمكن احلى مني، يمكن انا طبعي وحش. يعني دايما بنحط قدامنا الوحش طول الوقت. صحيح صحيح، ما هي دي عشان كده بقول لحضرتك فكرة انه انا لو عندي مرونة، ده مش معناه ان انا لما هبتعرض لتجربة سيئة ان انا هدوس على الزرار وهقول لا انا تمام، لا مش عارف ايه، لا مش هيحصل. هو بس الفرق ما بين حد هيقدر يتخطى الموقف ده او لا، هي فكرة زي ما بقول لحضرتك المرونة، ان انا يبقى عندي دايما عندي مرونة في انه وارد ان انا في تجربة هفشل فيها فاتقبل ده، وارد ان انا في حاجة مش هنجح فيها امشي، بس يحصل ايه مشكلتي انه انا محتاجة ان انا في العلاقة دي بعد ما بتخلص او التجربة دي هبتدي اتعامل مع التعافي خطوة خطوة. يعني ابتدي الاول ابص على فكرة انه انا خلاص التجربة دي خلصت، انا متألمة دلوقتي، فابتدي ادي وقت للألم ده اواجهه، انا تعبانه انا متالمه مفيش مشكله خالص، محتاجه ان انا اواجه الالم ده، اخد المرحله دي اخدها امشي مع الالم واحده واحده لحد ما الفتره دي تعدي. بس لازم انا كمان يكون عندي قوه انه اقدر اساعد نفسي في ان المرحله دي تعدي، انه اعمل حاجات كتير، مثلا اني افرغ الغضب ده، اتكلم، اخد وقت شويه، وبعد ما مرحلة الألم دي بتعدي بعد كده هبتدي أبص أقيم العلاقة، هسأل نفسي وواجه نفسي بمنتهى الصراحة، هل أنا تصرفاتي كانت غلط؟ هل أنا مسؤولة عن فشل العلاقة؟ ولنفترض أيوة، ولنفترض إن أنا قلت أيوة، تمام، مين فينا ما بيغلطش؟ أي بني آدم بيغلط. بس الفكرة إن أنا إزاي بقى هتعلم من الغلط ده ويبقى عندي درس كده هتعلم منه. طيب وارد الناس أجاوب نفسي إنه لا أنا ما قصرتش في العلاقة، أنا ما قصرتش خالص في العلاقة، فهقول طيب ما يمكن فعلا ده بقى شيء قدري أنا مش مسؤولة، فأتقبل برضو إنه القدر مش مخليني أكمل العلاقة. هيجيني إجابة السؤال دي وأبقى متأكدة بإيماني، عشان كده أنا قلت لحضرتك إن في جزء كمان لازم يبقى عندي قوة إيمان إنه ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، بس هي بنحتاج صبر شوية، بنحتاج إن إحنا نستنى الإجابة على سؤال أنا ليه ما كملتش معايا العلاقة دي، مصيرها في يوم من الأيام هتجيلي الإجابة دي. طول ما انا عندي قوه ايمان بربنا انه هيجاوبني هيجيلي الاجابه، هكتشف بعد كده انه لو كنت كملت العلاقه دي ما كانتش هتبقى احسن حاجه، لو طيب كنت كملت يمكن كنت هنجرح جرح اسوأ بكتير.